بين الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية؟ كيف يبدو المشهد في وزارة الصحة العامة؟ لماذا يختلف سعر الدواء بين لبنان والدول الأجنبية؟ وما هي معايير وضع التسعيرة؟ ماذا عن الفساد في الصناديق الضامنة؟ وهل باستطاعتها تأمين الخدمات الصحية للناس؟ ماذا عن البطاقة الصحية وطبابة اللبنانيين الأجانب والنازحين؟ صار الوقت للصحة في حلقة مفتوحة على كافة الملفات، ويستقبل مارسيل غانم في إطلالة أولى وحصرية وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، ويستعرض معه خارطة الرعاية الصحية في لبنان، كما يقرأ ويحلل الأحداث مع جورج غانم. صار الوقت الخميس 9:30 مباشرة على شاشة الـ MTV.